في مقطعنا هذا سوف أشارككم ثغرة الحصول إن شاء الله على اللاعب إيبيك. يعني الثغرة سوف تزيد حظوظك بنسبة كبيرة جدا يا أخي الكريم، يعني أنصح الجميع باتباع خطوات هذه الثغرة، وإن شاء الله لما لا سوف تحصل على اللاعب إيبيك يعني من بايرن ميونخ، موسيالا، ديفيز، كيميش أو لاعب هايلايت يا أخي الكريم. كان هذه النسخ الهايلايت أسطورية. أول خطوة سوف نقوم بالدخول عند هاري كين مرتين هكذا، ثم نفس الشيء أخي الكريم عند ليمر، بعدها سوف ننتقل عند ديفيز مرة واحدة والاطلاع على احصائيته هكذا، ثم ثلاث مرات عند موسيالا، بعدها يا اخي الكريم سوف ننتقل عند تيل مرة واحدة، نفس الشيء عند جنابري، ثم مرتين عند شوبو هكذا، بعدها يا اخي الكريم سوف ننتقل عند اوباميكانو مرتين، نفس الشيء عند نوير. بالنسبة لموسيالا مرتين هكذا والاطلاع على احصائيته، ثم بعدها سوف ننتقل عند كيميش اربع مرات، ثم الثالثة والرابعة، بعدها مباشرة ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز او ب 900 كوينز. كما ترون اخوان يعني اللاعب يعني إيبيك مضمون إن شاء الله، يعني من أول لفة حصلنا على اللاعب أسطوري إن شاء الله، على مدى سوف نحصل. أوكي ديفيس، أوكي ديفيس يا إخوان، والله ديفيس يعني حصلنا عليه من أول 100 كوينز كما ترون يا إخوان، يعني الثغرة مضمونة يا أساطير. أنصح الجميع بتجربة هذه الثغرة، اكتب لي في التعليقات أي لاعب حصلت عليه من هذه الثغرة.